طبعا بالتأكيد يا جماعة، الخبر اللي قايل بالسوشيال ميديا ايقاف الكابتن احمد شوبير عن العام، ايقاف برنامجه، وطبعا يا جماعة انهاء التعاقد معاه من الشركة المتحدة. سبحان الله يا جماعة. عايز اذكرك يا صديقي الاهلاوي الزملكاوي وكل جماهير مصر، من اكتر من 10 ايام كان الكابتن احمد شوبير عنده طبعا مقابلة تلفزيونية، وقال له انت ليه مختار، يعني ما حصلش اختيارك في ام بي سي او اي قناه غير مودرن سبورت؟ قال لهم انا يعني انا سلطان زماني، انا رقم واحد، انا مش محتاج، انا مزاجي عنب، انا 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 الكلام ده كله. سبحان الله، غير الاحوال ايقافه طبعا، او ايقاف برنامجه، وكمان انهاء التعاقد فورا، دي حاجه كبيره جدا. احمد شوبير يا جماعه من الاخر كده قاعد في البيت، لانه عمره ما هيروح ام بي سي تحت قياده المستشار تركي آل الشيخ، هيروح قناة النهار ما بتذيعش الماتشات، هيروح أي قناة غير أون تايم سبورت ما بتذيعش الماتشات. فكده كده أحمد شوبير من الآخر، القرار ده بيسموه تعويرة. كل ده ليه؟ لأن قرارات أحمد شوبير كلها مش في صالح. أول حاجة أتكلم على البنت طبعا المشهورة بالنسبة لي طبعا، مسابقات الدراجات طبعا، وأذت زميلتها، وفي الآخر انضمت للمنتخب وهتلعب الأولمبياد في باريس. الراجل يتكلم بدل ما يقول المفروض المسؤولين ياخدوا أي قرار ضدها، المفروض المسؤولين طبعا يوقفوا البنت دي دوليا ومحليا، طالع يقول خلاص طالما اختاروها اختاروها. وانت فاكر يالا بالكلمتين دول هتقدر تقعدني في البيت، او هتقدر الكلام ده يضايقني شويه العيال اللي على السوشيال ميديا اللي جن الكلام ده يا جماعه؟ سبحان الله، غير الاحوال امبارح النهارده بخ، ما فيش حاجه اسمها احمد شوبير اعلاميا، ده رقم واحد. رقم اتنين، طلع اتكلم على زمايله يا جماعه، زي ابراهيم فايق، زي نادر شوقي، زي هاني حتحوت، زي الناس دي كلها، طلع ووبخهم، قال لك دموع التماسيح دي ما بتنفعش، وطلع واتريق وما صنش وضعه الاعلامي ووضعه المهني، وقال لك الدموع دي معروفة ومعروف اخرك ايه ومعروف مين اللي هيكمل. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال، سبحان مغير الاحوال. انت بتتكلم في حاجة غريبة جدا، انهاء التعاقد مع شوبير، وكمان في نفس الوقت يا جماعة من الاخر كده، في حد كبير جدا وتقيل جدا اعلاميا وماديا ووضع ومستوى وكل حاجة، هو طلع القرار ده، مش الشركة المتحدة أبدا، شوبير ليه قوة إعلامية. هو من الآخر يا جماعة، يعني زي ما بيقولوا كده، هو اللي على الريادة، هو رئيس الدور، هو ناظر المدرسة، هو مفتتح المدرسة من الآخر، هو الموجه والباقي كله تلاميذ. دي حقيقة، شوبير أفضل إعلامي في مصر بالنسبة للوضع الرياضي حاليا بعد إيقاف إبراهيم فايق. ابراهيم فايق عامل شغل متميز جدا 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 في قناه ام بي سي دي، بصراحه مكسر الدنيا ومؤثر على جميع اعلاميين مصر، اخد كده حاله واخد بصراحه وضع متميز جدا، وخد مني بنسبه اكتر من 80% في حد كلنا عارفينه بيحب النادي الاهلي جدا وبيحب المصريين جدا وبيدعم في المصريين جدا وما بيحبش الشوبير، هو اللي قعده في البيت، والراجل ده مش مصري، كلنا عارفينه كلنا عارفينه.